إذا سمحتم قبل ما يأخذ الكلمة قبل ما يأخذ السي مشكور الكلمة أستسمحكم مرة أخرى في تحية هذا الرجل لأن من الناس القلائل في مدينة مكناس الذين يحملون هم الرياضة بصفة عامة وهم كرة القدم بصفة خاصة والمجهودات اللي فيه بدلها على مستوى الجهات المنتخبة أو على مستوى الفعاليات ديال مدينة مكناس من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في النادي المكناسي فتحية لهذا الرجل المناضل الذي يحمل هم مجتمع بكامله تحية لكم يا عبد الله شكرا جد ممتن وجد محظوظ بالوجود ديالي بينكم سيدة والسادة أنا جد محظوظ بالوجود ديالي ولكن لأن أكثر أقصى من الجديد والسحب كنا في المهمة خارج من الكاس وكنا جينا حضرنا لأن شيء بأن الهدف نبيل وتنتمنى بأن المنابر الإعلامية تكون جزء من الحل مش جزء من المشكل مع كامل الأسف ما عندنا اختلاف لا 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 صحيح عندنا اختلاف طريقة العمل مكناس تستحق من شيء أحسن تستحق من انحراف بدون قيد أبط جميع الشرائح كمجتمع مدني كهيئات سياسية منتخبة حقوقية ولكن السلطة ثالثة ستكون في خدمة ساكنات مكناس ماشي لاستخدام أشياء أخرى وهذه المنابر الإعلامية اللي عندنا لا تقول واحد القضية لأن الحالات التجارية كتسي السحي أنا عبد آخر مكناسي والآخر قالت إن علاش لماذا الطاقات المكناسية تبدع خارج مدينة مكناس ولا تبدع داخل مدينة مكناس أين يكون الخلل؟ ماشي للصحافة لي كومبيتونس اللي كاينين في مكناس راه ما كاينينش أيضا ولكن إلى مال إكسبلواط تستغل أمور لا علاقة لها بالأخلاق ولا علاقة وتدرس راه ديالك والكل يتبكى على مدينة مكناس منهم حتى أنا واهم من يقول بأنه ما يتحملش واحد الجزء بسيط لحقاش شري فاسي باش نرمي المسؤولية لطرف آخر خصنا نسوقوا المنتوج المكناسي جميع الميادين الرياضية بالله عليكم بطولة العالم وأنا أناقف وقفة إجلال للأمهات الذين ناضلنا اللواتي ناضلنا من أجل ياش إبراز المنتوج المغربي كونوا متقنين أنا أعتز بمغربيتي وأعتز بوطنيتي ولكن ماشي الشفاوي بغينا العمل بغينا إقلاع رياضي في مكناس اجتماعي ثقافي اللي بغيتو ولكن كل واحد يشرب الطرف الأول ولكن بطولة العالم أبانت للأعداء وللخصوم قبل أن ينكر بأن المغرب وطن يتسع للجميع وخاصة الطاقات التي تشتغل في الوطن كونوا متقنين بأن المدينة تعطيو الدروس على الصعيد الدولي تنسوقوا المنتوج ديالنا على هذيك الحركة اللي دار سي بوفالو والعم ديالو سي فاسيل تبقى فاسيل ولكن كنقولو ماشي غير هنا كنقولو برا إذا خصنا نسوقوا المنتوج ديالنا نبقاو متحدين ما معنى متحدين من أجل كرامة الإنسان في المحيط أحسن صفر خصنا نجمعو عليه ولكن موضوع كوميرسيال ديال المنتوج ديالنا المنتوج ديالنا هي الأخلاق هي الصدق هي الوطنية الحقة بدون مقابل إذا المجد والخلود للأمهات الذين رضنا لكل الطاقات الطرق ديالهم الخاصة ونجحنا ولكني نجحنا ما معنى نجحنا نجحنا بأننا تنهضرو عليها الرياضة المغربية راه تيقول لك الصدقة لحقاش المنتوج المغربي يسوق خارج أرض الوطن هادشي علاش تنقول أنا ولكن بطولة العالم ماشي كانت ناقصة كانت 1-2% ومن هنا تنقول لكم انتم كرام الاعلامية تتحملوا المسؤولية التاريخية لماذا تم اقصاء الوطن الاطار الوطني والدولة احمد يحمي الدوش من اجل الحضور بينما لاحظنا حضور ديال الكائنات لا اكثر بالفوتبول لا اكثر هادشي تنقولوا الى اطار حقوقي اذا المنابر الاعلامية خصها توصل هذا المنتوج ماشي تندقدق المشاعر يحمي الدوش لحقاش نهار ولاد لا خوف على الرياضة وكرة القدم في المغرب ولكن ما ننساوش الذين اعطوا البلاء الحسن في هذا الميدان هذا وهذه راه مسؤوليه ديال الدوله اذا علاش ما نشوفش ان احمد الدوش حرق بينما تنشوف عبد الحتاله الذين اساءوا
الى ما خلاونيش نحتفلوا مزيان. عرفتوا علاش؟ سينا سو تذاكر الاستاذ سينا سو، ولكن بمجرد ما مشات القضاء لا حق لي انني ندغدغ المشاعر من اوريونتاليجون. اذا انا تنقول بها الجمعيه غادي نخدم، خصنا الجسم الصحفي يكون مجموعه من الكناس، بينما تلقى بعض المرافق يستغلون اطر اخرى كالرياضه. اذا انا بغيت هذه الجمعيه او الجسم الصحفي يتجمع ونعطيو عندكم اقتراح. لحقاش الصحفي قال لي اتفاقيه شراكه، ولا اتفاقيه شراكه استاذ؟ اتفاقيه شراكه هي تكون واحد دار الصحافه، اذا تتسع للجميع وما يكونش فيها الاقصاء. كلشي تيهضر على الاقصاء، ما شكون اللي تيقصرها؟ اذا انا تنقول الام ديال بوفان خصك تبلغ لنا التحيه الصادقه الى الابن ديالك البار ان شاء الله. البار من البار وتفتخر مدينه مكناس بالوجود ديالها في طفله، وانتياتات فوق راسنا شريطه تابعه لنا نستغلوا هذا الشيء ونسوقوه بان مكناس بخير. وتنتمنى بان المنابر الاعلاميه يعاونونا من اجل الصعود ان شاء الله. هذه القاتله الرياضه الاسلاميه اللي تنقول بان الكل يتبكى على النادي المكناسي، وماشي غير مشكل النادي المكناسي، راه بوفان انا عرفت عليها ما كاينش مكناس، هذا صحفي مشاهد. اذا تنقول بان النادي المكناسي خصها تصعد هذا العام، ولكن باشراك المنابر الاعلاميه الجاده وافيك لا بارتيسيباسيون دي زونسيان جوار. لكن للاسف زونسيان جوار سون ايكارتي سون ايميلي سون اكسترا تيرس سون دي كونسيير سيدير سون دي كونسيير. اذا انا تنقول هذه الجمعيه الجاده وبالغو تحيه ديالي الرافق ديالي سي بن الحجي الرافق الانيق، وتحيه لكم المبادره ديالكم جد ايجابيه. سي مشكور اللي كيتكلم بحرقه ويعني وبغيره على الرياضه المكناسيه، وانه مستشار جماعي ولكنه غيره وخرج يعني النادي المكناسي وعمارة طويله القديم 8 سنوات حجاف، ربما الموسم القادم الموسم التاسع نتمنى ان الجماهير المكناسيه تولي النفس بعوده القضيب ليس فقط كاس الوطن الثاني، ولكن الى المكانه الطبيعيه والصحيحه للنادي المكناسي هي قسم النخبه قسم الاول. تكلمتي السي عين توضيح فقط انه احنا سمعنا على السي احمد حميدوش، هناك من قال انه مسافر، هناك من قال انه مريض، يعني هذا راه ماشي قصدا يعني باش نكونوا هنا. احمد حميدوش مجموعه الرياضيه المكان يعني كاكيد انه لاعب كبير، وحنا كصغار تنسمعوا السي احمد حميدوش فخر بلا المكناسي للاسف بلا المكناسي تعاني في قسم الظلمات. لكن معنا مصطفى بيدان لاعب الدوري السابق ولاعب النادي المكناسي ايام الزلمه جميل، ايام نوستالجيا الرياضيه المكناسيه، ايام كاظم الشرفي يكون غاصا عن اخره في الجماهير واخرى تنتظر في الخارج. ولكن اليوم للاسف الشديد فالنادي المكناسي يلعب مباراه في القوات كما قلت بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم، كنظن ان جميعنا يمكن الانسان يقولوا راهو تقال في هذا الجمع. انا اللي بغيت نقول هو ان الجسم الرياضي الصحفي كنظن فهو واحد، ان بلا رياضي ما يكون صحفي، كذلك بلا صحفي ما يكون صحفي. انه كما قال السي احمد على الجوج انه اعتبر الفترات ديال ربما الخمسينات والستينات كان صحفي فرنسي متربط وضع عليه بواحد الطريقه، لان يعني لاعب دائما تبدا المشوار ديالو في الحي من بعد تيكملو في الفريق التقليدي وتكون في المستقبل بحال احنا مثلا بكناس. المنابر الاعلاميه هي اللي بينات اي لاعب منهم عبد ربي، لانه انا فاش كنت صغير مثلا عندي 16 سنه
المرض الاعلامي كتهضر على واحد اللاعب اللي هو صغير ربما يكون المجيد ديالو عما قريب. الحمد لله لعبنا حنا صفا في النادي الكلاسي بالوجود ديال حماد عبد الزوج اللي كذلك تيساعدنا، كذلك كاين ناس اخرين اللي مازالوا الله يرحمهم كمويلي ربما مويلي عنده قصص كثيره مع السي حمادي في الاهداف اللي كتيسجل، كذلك شيشة مرحوم شيشة هو اللي اكتشف عبد الربيط، ومن بعد جاو ناس اخرين اللي خداو تقدر لك الموهبه ديالنا الحمد لله. ولكن هنا غنرجع كذلك لمدينه مكناس، لان ربما بدات منكم اليوم راكم عندنا في مدينه مكناس مشكورين. مكناس المشكل ديالو هو تخرج من النادي المكناسي دابا ثلاث سنين، هذه كاين مشاكل كثيره ربما من المسائل اللي كيتفقوا على جميع الناس هو الفريق يرجع للمكانه ديالو، ولكن ما يمكنش يرجع دير هاد المسيرين اللي كاينين الان. المسيرين اللي ربما كاين واحد الانسان مثلا هاد السنه هادي عندنا واحد الرجل اللي هو طيب مقاول، ولكن بغا يدير داك يعني العمل ديالو في المقاوله في النادي في الرياضه، هو الرياضه بوحده دائما تتحط افكار عند ناس اخرين اللي يساعدوا كيجيبوا مثلا المدربين اللي كيديو لنا الاموال ديال مدينه الكلاس وفقها ما كتطلعش. انا نحاول نشوف مدرب من مدينه الكلاس، لان كاينين تبارك الله عندنا اطر في المستوى، عندنا خمسه او سته ديال الاطر اللي عندهم ليسونس ا، يعني هنا كاين المشكل ديال اللي ما بين الرياضه والجسم الصحفي، والجسم الصحفي دائما الحمد لله كنعرفوا اغلبيه انا بالنسبه لي كنعرفوا مزيان، تنقول الصراحه كاين نزاع، إذا هنا كاين مشكل لاعب ديال الكلاسي مثلا سمحوا لي واخا ما تبقاش الموضوع ديال هذا المهم السنة هذي جايبين 24 لاعب، لا غير بسيطة، لا غير بسيطة 24 لاعب اللي جات السنة، واش مكناس ما فيهش لاعبين، وجراو على تقريبا 10 لاعبين دي جون، هذا الدور ديالهم، الدور ديال المسؤولين عن النادي الكلاسي، كذلك كنشكر الطب ديال السي بوفان، لانه الفرح اللي دار المغاربه كاملين، والله انا من ضمن ذوك اللاعب وانا لاعب دولي سابق، المقابله جوج المقابلات اللي بكيت فيهم، والله العظيم بكيت ما وقعت، هو المقابله الاولى اللي اتصل على بلجيكا، والمقابله ديال البوتوكا، وكنشكروك كتجهيز صدوم يعني تسلمينا على الابن ديالك، لانه الابن ديالنا كاملين. احنا فخورين على ان مدينه مكناس نجبات عده لاعبين في المستوى من منذ ظهور كره القدم في المغرب، ومن ضمنهم السي بوفان، وشكرا. شكرا للسي بوفان شكرا للنادي المكناسي واللاعب الدولي السابق. الاكيد انه يعني اي منظومه كرويه فهي تتدخل في مجموعه من المكونات، جمهور مسير لاعب واعلام، واي خلل في احدى المكونات ربما يفرض الوقع السلبي على هذه المنظومه هذه. ربما الان عندنا واحد الكلمه للسيده الحاجه زبيده ولو مختصره الام اول بنت اللاعب الدولي بوفان.